لا 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 لا. أعزائي المتابعين أينما كنتم، متيم بن عبد الله is back. أسأل الله مساكم الصباح كل سنة وأنتم متيم بن عبد الله من هذا الفيديو الجديد والجميل والرائع اللي من خلاله. متيم، أنت صحيح رجعت بس ما أحس إن روحك رجعت. حبيبي تعال قرب، أبغاك قرب مرة. طيب أنت بالذات تعال قرب. طيب تعال قرب. لما متيم بن عبد الله يقول متيم is back this means one thing، وهذا معناه شيء واحد بس، إن متيم is fuck back. الزبدة في فيديونا لهذا اليوم هذا الشيء بصراحة مرة خرافي، شيء مرة متحمس له، اللي هو وجبات الجيش الألماني. متيم، وجبات الجيش الألماني لا وحلال. في عندنا وسترن، هو المفروض تجيب لي حلال واحد وحلال اثنين، جاب لي وسترن واحد وحلال اثنين. حرفيا ما عندي اي خلفيه وش الاكل هذا وش اللي بيجينا، ولكن اللي اعرفه شيء واحد، وان الوجبات هذه راح تكون شيء مره خرافي ومره كويس الزبدة. ولكن قبل هذا كله وتيم، انت طلعت من امريكا اي نو، ولكن في انسان بصراحه انا مره احب اشاهده. الانسان هذا حرفيا قاعد يعطي برودكشن، او خلينا نقول قاعد يعطي انتاج. يا رجل ما شفت حتى في القنوات التلفزيون شيء بهالقوه. الانسان هذا هو السائح تيوب، هذا هو الانسان بصراحه مره خرافي. الانسان اخر كم فيديو له صراحه قاعد اشوف شيء حرفيا ما قد شفته من قبل. انا طلعت من امريكا وهو الان قاعد يحسرني، قاعد يقول لي متيم انت ليش ما سويت هذه الاشياء. طيب الرجال سافر دول كثيرة، سافر البرازيل، سافر كوبا، سافر دول مرة كثيرة، المكسيك. طيب يروح أماكن عرفت اللي أساساً حتى في التلفزيون ما شفت ناس تغطيها بهالقوة. الرجال راح هافانا، مدينة هافانا من أحلى المدن في حياتي اللي شفتها. خلونا نشوف مقطع من فيديوه. في كوبا كل شيء يتوقف. لك أن تتخيل الشعر الكوبي شيء جفارة. وأيضا الرجال سوى شيء مرة خرافي بصراحة، أول مرة أشوف واحد عنده قوة القلب هذه. الإنسان هذا راح سوى مقابلة مع رئيس عصابة، متخيلين لهذه الدرجة. check his channel، روحوا أعطوه دعم، أعطوه حب من متيم بن عبد الله لسائح يوتيوب. متيم بن عبد الله والله يحبك، رابطه تحت في الديسكربشن، ابغاكم كلكم تدعموه لانه بصراحه من اكثر الناس اللي يستاهلوا دعم شفتهم في هذه الفتره، ويستاهل ان قناته تصير مليون ومليونين وثلاثه وحتى 10 و20 مليون مشترك. اما الان ليتس رول ات بيبي. اوكي، في عندنا وجبتين، في عندنا حلال وفي عندنا الويسترن. اول مره اتحمس بهذه القوه لوجبات جيش. ليش يا متيم؟ لان لاول مره في حياتي اقدم وجبات جيش، وركزوا في كلمتي الحين، وتكون 24 hours روشن. بالعاده الا كنا روشن او روتيشن، عفوا مش روشن، روتيشن يا بالعاده الا كنا نقدمهم كانوا دائما يكونون وجبه واحده. اما هذه هي عباره عن اكثر من 2000 كالوريز، تكفي كل يوم كامل، اي ثلاث وجبات. فاتمنى ان تكفي او يكفي فيديو واحد لها. اذا ما كفى الفيديو لهذه بس يعني اذا يعني اذا فاهمين انت يعني ممكن ما نفتح ثنتين، يمكن واحده بس، ولكن هيا بينا. اوكي بسم الله ونفتح. اوكي ولا كمية الاغراض. اوكي هذه الاشياء اللي موجودة بالضبط، حرفيا ما عندي اي خلفية شنو الاشياء هذه، بس متأكد انها موجودة. يعني اول شيء استغربت، قلت معقولة بتعطيني مثلا خلينا نقول علبة ساردين في نص الحرب مع مفك، ولكن انتبهت بعدين الى انها تنفتح بهذه الطريقة. اوكي so far so good. لاحظت في شيء، الوجبات ما فيها هيتر، ما فيها اوكي مناديل مرطبة مكتوب بالعربي. بصراحة اول مرة اشوف واحد يكتب بالعربي على الوجبات. اوكي good. اثنين مناديل مرطبة، سويت بسكتس، اوكي مكتوب عليهم بالانجليزي، هذا بسكوت حالي، واحد، هذا سولتي، هذا بسكوت مالح، فيها ايضا فيها بسكوت مالح بعد، وايضا ثلاثة بسكوت مالح، هذه واضح انها ما هي يعني للناس اللي في جيشك، هذه للعدو حبيبي، انت تذبحهم من الضغط كابتن. بسكوت حالي، خمسة بساكيت طول اليوم كذا تنقنق، تشيكن عدس لنتلز، اوكي مكتوب حرفيا مكتوب عليه تشيكن عدس بالانجليزي، لكن تشيكن عدس لنتل. حلو، دجاج مع عدس، بس ما تتسخن وجباتهم هذه، لاحظت ما تتسخن. اوكي هذه الوجبه الاولى، دجاج مع عدس. الوجبه الثانيه تشيلي بيف تشيلي،
اوكي بس ما تتسخن كلها ما تتسخن. حلو هذا اللي هو التشيري او خلينا نقول اللي هو فول مع لحم الوجبة الثانية. حلو في وجبتين. الوجبة الثالثة سينمون كيك. اوكي كيكة قرفة ايضا معطينا زي ما تشوفوا هنا كيكة قرفة بيرفكت. الى الان في اليوتنسلز في كمية اشياء واجد انتم اتوقع ملاحظين كمية الاشياء اللي موجودة عندي. ايضا في عندنا هنا ساردين معطينك ومعطينا هنا باتهيد دي اتو. انا ايش اقول بالفرنسي؟ دقيقة نوش دمس فخت ما ادري شنو هي بس يعني هذا الناس اللي تعرف شنو هذا بالله تكتب لنا في التعليقات. انا ما عندي اي خلفية. اوكي لاحظت ان الاكل ما يتسخن which is not the best لان خلونا نكون صريحين انتم وانا نحب ان الاكل يتسخن. شوكولت هنا دريتي شوكولت مكتوب عليه بالعربي لو تقرأوا هنا هتلاحظوا مكتوب بالعربي شوين قم يعطينك علك. اوكي عبالكم خلصنا باقي باقي. اوكي هذا جام. اوكي بيتش. اوكي حلو مربى خوخ هنا كلينكس. والله كثير الاشياء يا جماعة ما توقعتها بهالكثر. ومعطينا هنا عصير ليمون واحد عصير ليمون اثنين ثلاثة عصيرات ليمون اربع عصيرات ليمون كافي واحد اثنين ثلاثة اربعة كافي واربعة اللي هو كريمر او الشيء اللي تحطه مع اللي هو المبيض يعني وهذا ايضا الكافي وهذا العصير اللي هو عصير ليمون راح نخلط واحد ونجربه. اوكي معناها خلينا حق اربع وجبات ما هي ثلاث. تمام باقي واضح ان الملح هنا انفتح جاب العيد. اوكي في سكر في شاي ما تشوفوا. اوكي كمية الاشياء ترى اللي موجودة قالت تصرعني مرة كثيرة. سكر زبدة هذا كله سكر وشاي يعني اشياء السكر والشاي كلها هنا. نقول بسم الله ونبدأ في الوجبة هذه لانه واضح بان الفيديو راح يكون وجبة واحدة. اوكي نرجع لموضوع مواضيعنا الكثيرة. اول شيء بنجرب البسكت في بنجرب عندنا حالي ومالح باقي الاغراض. اوكي البسكوتين الاولين عندنا او الشيئين الاولين عندنا لهذا اليوم هم البسكوتين هذول. عندنا البسكوت الحالي والبسكوت المالح. خلينا نجرب الحالي اول. خلينا نقول انت في الحرب الان طيب انت مره اخلاقك زباله تبغى تحلي ليه؟ كابتن شوف عندك الدنيا قايم فاكيد تبغى تحلي بسكوت حلو صح؟ لان وقته دائما في نص الحرب بسكوت حلو هو شيئين معروفين دباب وبسكوت حلو. كابتن بالله اكتبها لهم فوق هنا يعني كمقوله يعني مقوله شهيره هذا البسكوت الحلو. واضح انه بسكوت شاهي عادي جدا. بسم الله. صدقون توقعت بكون مره اخشن ولكن جود. اوكي بسكوت شاي حالي بزياده شويه اشوف حالي كذا وانا جندي كابتن حط لي مسدس هنا كذا الحين انا قاعد امشي طيب ومع البسكوت انا مره مروق. اوكي هذا الاول بنعطيه صراحه 5 من 10 مو مره سيء مره حلو اقسم بالله وحشتني يا اخي مره وحشتني الفيديوهات يا اخي والله وحشتني كل هذا شوف قسم بالله انتم وحشتوني مسيم وين اختفيت؟ والله شو اسوي ظروفي والله توي امس جايب اغراضي كلها انتم متخيلين ان انا دافع 65000 ريال على شحن اغراضي ساعدوني اعوض يا شباب والله ساعدوني اعوض قمت اسوي اعلانات على 500 ريال عشان بس اعوض يا اخي خلاص. نرجع لموضوعنا. اوكي نكمل. بسكوت المالح. طيب كابتن الحين انا في الحرب وصار لي هالكذا، ايش تبغاني اسوي؟ خاف انا اعلن هزيمتي، اعلق الرداء الابيض ما ادري الرايه البيضاء واتوكل على ربي، خلاص ما عاد في اي ربح في الموضوع. اوكي بسكوت المالح اللي هو السولتي بسكتس اللي هو السالتينز. اوه حرفيا نفس تكستشر حق الحالي بس انه مالح، توقعت بيكون تكستشر غير ولكن هذا غريب هذا بالعاده يعني تكستشر مال بسكوت الشاي اللي هو الثقيل الدنس ولكن في نفس الوقت انه صاير مالح which is good. اوكي اوكي هذا مره احلى صراحه من الحالي يمكن لاني شويه جايع بس هذا بعطيه صراحه 6 من 10. وخلونا نروح للي بعده، اللي بعده بصراحه ودنا نجرب الكافي بنحطه مع ماي ونجرب بعد اللي هو عصير الليمون، عصير الليمون هذا يكفي كم؟ يكفي 250 ملي اي غرشه ام ربع، بس بصراحه شوفوا كحجم العلبه هذا انه يكفي غرشه ام ربع اللي هي 250 ملي توقعته المفروض يكون اقل بس خلونا نجيب غرشه ماي نحط فيها هذا ونخلطه ونشربه ممكن يكون حلو تبع الوجبه فدقيقه بس. هاي عشان تصدقون اني رجعت السعوديه للناس اللي ابدا ما هي مصدقه ف خلينا نحط. اوكي المفروض انا كان افتح شويه بس ولكني احب اجيب العيد.
اوكي هل 300 ف سنة انه يكفي يا ابدا ما قاعد اجيب العيد يا شباب حرفيا انا ما قاعد اجيب العيد ما عفس الدنيا هنا تيم بن عبد الله ابدا اوكي خلينا نصب كذا افضل لو صاب كذا من اول والله العظيم انه كان احسن لي بس ما يعني انا سام مسكين جماعة الخير انا مغترب 10 سنوات دعمونا سووا لايك 20000 لايك قصدي 70000 لايك ما بقول 100000 لايك لان كل مره اقولها صراحه انحرج لا انا ما ابغى اكذب صراحه لكن نوصلها دائما لان انتم قدها نشرب المشروب نجرب بسم الله اوه صدقون انه مالح يا هو ايونايزد اي نو يعني يعطيك كذا الكترولايتس والاشياء هذه بس انه مالح which is not bad الحين بما ان احنا قاعدين ناكل هذا خلينا نضرب معاه اللي هو السردين انت في الحرب حبيبي اكيد تبغى تدق سردين يعني هذه ما يبغى لها واحد اثنين يعني شيئين مهمين في الحرب الدبابه والسردين اوكي خلينا نضرب سردين الان بسم الله اوكي لا الريحه ريحه سردين حق حرب حرفيا مره حق حرب يا رجل ليش في اكل بهذا الشكل ليش في سردين بهذه الطريقه هذا 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 اكل كلاب وانتم بكرامه يا شباب ما هو سردين بسم الله اوه مره حلو اوه لذيذ تعب نفسيه شويه بس مره حلو شوف اوه طعمه مره سيء بس مجرد تبدا تمضغ يصير مره احلى خلاص والله شوفوا الان طعمه مره سيء طيب الان يصير مره حلو اوكي طبعا انت تحس طيب مره سيء الطعم مجرد تبلعه كذا الافتر تيست حقه او الطعم اللي بعد المضغ هنا خلينا نقول مره حلو فتحس انك تبغى تاكل واحده ثانيه مجرد تاكل الثانيه تندم لان تذكر الطعم الاولي فاهمين يا شباب فما ادري بعطيه صراحه 2 و8 في نفس الوقت خل نروح للي بعده اوكي الحين خلينا نسوي كافي طيب هذا يكفي كم هذا يكفي ما هو مكتوب حتى كم يعني كم حجم الكوب فاحنا بنسوي يعني ايس كافي فاهم شلون يعني هو طبعا انا عارف ان الايس كافي لازم تسويه اول حار بعدين بارد بس حبيبي انت في حرب طيب معروف هما شيئين المهمين في الحرب الدبابه والايس كافي واذا ما انت مصدق يسالني ايس كافي يعني جاوبتك قبل لا تسال لا لا العيد العيد يا ابن عبد الله العيد على فكرة اشطب شباب ترى بسناب حقي له هذا صارحت الناس باسمي الحقيقي ترى اسمي الحقيقي مو متيم اسمي الحقيقي يخت يا اي نو اغرب من متيم صح؟ خلينا نكمل اوكي كفاية كفاية عيد كفاية عيد بسم الله ايش رايكم وانا باريستا؟ زبد انا بسوي مقهى يوزع البيبسي والهذا في قارورات موية قصدي قهوة ناقصها هذا الحليب المحلل مكثف وايش اسمه هذا وينه ناقصها اي هذا تركب له هذا شويه ويطلع لذيذ هذه القهوه صممة بعناية هذه القهوه من جبال الألب فهمتوها يعني انا باريستا الزبده جيت السعوديه لاحظت ان الباريستا يا شباب وظيفه مقدسه كل العالم باريستات الله الله على القهوه يا رجل وتبيعها ب 18 ريال من لذتها ما حسيت اني اقدر اكملها اوكي اللي بعده خلينا نجرب اول شيء الدجاج مع العدس احس الدجاج مع العدس بيطلع خرافي مره طبعا ما عندي صحون فبضطر ناكله من هنا فحاولوا تشوفوه من فوق اوكي وللاسف للاسف الوجبات هذه ما تتسخن ما معاها اللي هو او ماي جاد يا جماعه هذول يبغون المسلمين اللي عندهم يكفروا ولا كيف بالله هذا شكل هذا شكل يعني اعطى اخوك المسلم اكل يستاهل شوفوا الشكل فوق شلون كذا يا ساتذتنا شلون تعطيني انا كذا انا ما يعني غصب الواحد او ماي جاد لا 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 انا باكل هذا شوفوا اللقمه او ماي جاد او ماي جاد اوه
عرفت الآن ليش الجيش الألماني انهزم في الحرب العالمية الثانية، ما كانوا يأكلون كويس. طعمه ما أنا قادر أتذكر أي شيء نوكل. شوف الطعمة فازلين، معاه لحم مفروم، معاه جريش، ثلاثة في واحد. واو، 92 مليار من عشرة. صح، في شيء ما سووا، في شيء غلط في الوجبات، ان ما فيها ملاعق ولا شوك. شنو حبيبي، مسلمين ما ياكلون بملعقة وشوكة؟ رجاء الاستاذ الالماني ترجم لهم بالالماني تحت. عزيزي رئيس الجيش الالماني، الاخوان المسلمين في الجيش الالماني الذين ياكلون الوجبات الحلال، عطهم شيء يستاهل. استاذي مو كذا، ما يصير كذا استاذي، يعني بالله عليك هذه وجبة. طيب الوجبة هذه اللي هي كانت جريش بالفازلين، شلون ياكلونها؟ بيديهم يصبونها كذا ولا يخلطونها في الخوذة؟ انا اعترض، اشد الاعتراض، وهذا اخر كلامي. خل نروح للي بعده الحين، خل نحلي قبل لا نروح الوجبه اللي بعدها. يعني اوكي، هذا كيكه القرنفل، خل نشوفها. مكونات مكتوبه بالعربي. اوه لا 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 لا، لك شو هاد، لك شو هاد، يا ارض احفظي ما عليكي. اوكي، ما اسوى شيء ينوكل مقارنه بالتبن اللي قبل، ويعتبر مره حلو. اوكي، خلنا نفتح لنا جام ونجرب الجام. جام خوخ شويه غريب، ولكن I'm feeling you. يعني كابتن الحين انا على ما افتح هذا، ترى اوريدي جاء الطياره شالتني انا والكتيبه كلها. جاي بتالي يقول لي الجيش الالماني خسر وما ادري. طبعا بيخسر الجيش الالماني اذا بتعطينا اشياء كذا. اوكي، هذا طبعا اللي هو زي ما تشوفوا الذره، مو ذره، جام الخوخ. مره حلو هذا، بناكله مع الكراكرز الحالي. اتمنيت لو اعطيتني معاه خبز. صحيح ان الخبز اللي يعطونا دائما بوجبات الجيش يكون سيء، بس على الاقل عطني شيء يعني اخلط عليه اللي هو الجام والاشياء هذه. اوكي، مع البسكوت، تمسحها على البسكوت بهذه الطريقه الجميله، تعطيها بسم الله. انا الان جندي فرح كابتن، حط وراي كذا حرب، يعني عرفت كذا دانيا قايم وهذا، وانا فرحان قاعد يرقص. عرفت ليه؟ لان وجبه مره حلوه. شلون تقول متين بن عبد الله روحه دائما ترجع مهما صار في حياته. He is always back. من الاشياء الحلوه ايضا صالح يوتيوب، go give him some love. الناس اللي ما اشتركوا معاه you have to subscribe to him، لانه واحد من افضل اليوتيوبرز حرفيا بالنسبه لي اللي فتره طويله اشاهده. And he's in a great and he's a great man. يعني حرفيا حتى كذا تواصل معاه، انسان جدا محترم وخلوق صراحه. give him a lot of love. اوكي، بتشوفوا عنده اشياء حرفيا ما هي موجوده في اي قناه عربيه ثانيه. And trust me he is the best. give him some love. الرابط في الديسكريبشن. اوكي، نروح للي بعده. الان نجي للوجبه الثانيه. طيب اللي هي طبعا اتوقع بتكون العشاء. اوكي، لان ما اتوقع ان هذا اللحم فطور. ف او ماي جاد شباب، اول ما فتحته صار كذا، واضح الموضوع يخوف. بسم الله. لا 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 لا، يعني ما ادري يعني كيف انا باكل هذا. عزيزي المرشال مرعي، يعني اللي ماسك الحرب، عزيزي اللي ماسك الحرب، شلون تبيني اكل هذا استاذي وتبيني افوز في الحرب بعد ما اكله؟ اخو قلبي بعد مو كذا يعني، تبي الجنه في تشيز انت استاذي؟ ما ينفع الاشياء هذه استاذي، لازم تتعب يعني تدلع السولجرز اللي هم احنا عشان نضبطك في الاكل. يعني ليش قاعد اسوي؟ لا مشكله انك باخذ لقمه وباكل، ليش قاعد اسوي في نفسي كذا؟ يا رب ترند يا رب. Oh no! No! لا لا، اللي أكلته هذا كان غلط في كل المواد، كان غلط في كل ما يسمى غلط. حبيبي هذا كان حرفيا عبارة عن سريلاك بالتونة كذا، عرفت، خلطة تبنية. صفر من عشرة كالعادة. خل نروح للي بعده. أوكي، اللي بعده في باقي كلينكس، كلينكس ألماني، بتشوفوا لوفيو مكتوب عليه، ما ادري ايش قريته بهذه الطريقة. وباقي عندنا علك ناكله بعدين على اخر شيء، مناديل معقمة، بسكت. اتوقع باقي شيء واحد ما جربناه اللي هو زي ما تشوفوا هنا تكس ميكس. حرفيا هذا فيه تكس ميكس وفي لحم تشيلي، فالله يستر. الله يا رب استر علينا من الوجبات هذه، رب استر على بطني من الكرا. ما في شيء يخليك تفوز بالحرب كثر اللقمة المثيرة هذه. ايش رايك في الإثارة اخو قلبي؟ ايش رايك في الإثارة؟ واي 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 امبيل ايش كذي؟
الطعم يا جماعة الخير مرعب مرعب، يعني ما عمرك في حياتك شفت طعم مرعب، هذا طعم مرعب. بس وجبة سيئة. ضبط المنيو اخو قلبي بعد. شال المنيو استاذ بالله، هذا اكل تاكله اوادم. الله يسامحك كلاب الجيش ما اوكلهم هذا انا، والله معليش يعني على قلة الادب في الكلام، بس اكل يعني اسف على الكلام. يعني عاطينك 5 علكات تضربها كذا عشان تنشر طعم بس. سبونسر هذه الحلقة مو سبونسر، يعني العيد هذه الحلقة برعاية شركة ZTE. جابولهم الجديد هذه المرة اللي هو ايشون، اللي هو AXON 30 5G. لنرى ما بداخله. اوكي خلونا نشوف الجهاز هذا، صراحة مرة متحمس له. طبعا هم ارسلوا لي قبل جهاز شفناه في فيديو اللي شغلنا فيه لمبة في المايكرويف، صراحة كان الجهاز خرافي مرة لدرجة ان الان استخدمه للجيمينج، فاتوقع ان هذا الجهاز راح يعطينا تجربة قوية ايضا. نقول بسم الله نكشف عن الجهاز هذا. اوكي هذا فيه 4 كاميرات زي ما تشوفوا، شكله صار مرة سليم. طبعا انا لما شركة ارسلوا لي اول جهاز بصراحة توقعت انه بيكون جهاز صيني عادي جدا، ولكن لا والله بصراحة اوه نايس. ويت طبعا هذا 8 جيجا رام، 128 جيجا الميموري اللي فيه او الستورج. اوكي صراحه الخلفيه مره حلوه، او خلينا نقول الجهه اللي ورا في الجهاز نفسه. طبعا دائما هم يرسلوا لي اشياء، لان بصراحه الاشياء اللي يرسلوها او الاجهزه اللي يرسلوها بصراحه مره خرافيه، جدا 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 تعجبني. حلو فيهم انه يعطونك مع غلاف. اتمنى ابل يعني بعد ما خلصتوا فلوسنا كلها على جوالاتكم ضبطونا بغلاف. الأشياء اللي معاه تجي، يا رب تجي معاه سماعة، أحس قرضت الجوالات اللي تجيب سماعة. أوكي سوبر تشارج أو سوبر تشارجر أتوقع، اللي هو شحن السريع، وأيضا هيدفونز. أوه الجوال هذا نفسه يعطونك معاها اللي هو هذه أيضا عشان تشغل فيها السماعة هذه. I don't know، ولكن باين السماعات ككواليتي سيئة من الشكل، بس اوكي اتس نو بروبلم اتس نو بروبلم. اوكي كسماعه الشحن السريع شكرا لكم عليه جدا، يعطيكم الف عافيه عليه. وباقي كيبل اللي هو الفاست تشارجر، ثانك يو سو ماتش فور ات. اوكي يعني الجوال يجيك جاهز، ما تحتاج تشتري معاه ولا شيء زياده ولا ملحقات زياده، لان حرفيا كل شيء الا لو تبي سماعه بلوتوث. طبعا الجوال هذا اذا انت شايف الفيديو، الجوال هذا مثل ما قالوا لي بان تاريخ 9/9 ينزل، فالمفروض ما نزل اليوم او امس على حسب متى بينزل الفيديو. الشاشه طبعا اولد which is nice. او ماي جاد الشاشه سيريسلي، طبعا ما ادري اذا عندكم ولا لا، بس او ماي جاد الشاشه الوضوح. اوكي طبعا الكاميرا اللي قدام، خلينا نجرب الكاميرتين اللي قدام واللي ورا. اوكي الحين قاعد اصور انا بالكاميرا اللي قدام، ما هي افضل شيء، بس الكاميرا اللي ورا اي نو انها بتكون خرافيه. خلنا نوريكم. اوكي المفروض ان الان قاعد نصور احنا. اعزائي المتابعين انا ما كنتم تيم بن عبد الله من هذا الفيديو الجديد والجميل والرائع اللي من خلاله قاعد نجرب هذا الجوال. فيا اوكي فيا هذا اللي عندنا الى اليوم تيم بن عبد الله. زي ما تشوفوا اليوم سوينا اشياء كثيره، ايضا في عندنا شيء مهم جدا راح نعلمكم اياه، وهو باننا الان ابتداء من الان، لاني جيت السعوديه ولاحظت في السعوديه في اسر منتجه كثيره جدا، لاحظت بان الاسر المنتجه منتشره جدا، وبان عندها منتجات صراحه تستاهل، منتجات مره حلوه، منتجات تستاهل انها تنعرض، تستاهل انها تتجرب من قبل الجميع. فلذلك مقابل اسعار رمزيه، ايميلنا هذا هو فوق imutayam@gmail.com. تواصلوا معنا للأسر المنتجة فقط، مو للشركات ولا أي شيء ثاني. تواصلوا معنا وراح يكون من خلالها في دعم وفي إعلانات في القناة وفي حساب السناب شات الخاص فيني اللي هو MT-S، راح يكون في إعلانات ودعم أول بأول بأسعار رمزية لكل الأسر المنتجة. متيم بن عبد الله، تسلم لايك سبسكرايب وشير، نظر بجي قريبا جدا جدا. متيم بن عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.